شكر لله طبعا انجاز كبير جدا بالنسبه لاسره تنس الطاوله والجهاز الفني بتاع تنس الطاوله، ان 5 من اللعيبه حققوا كل الايفنتات بتاعت بطوله افريقيا، وفي منهم ايفنتات اول وتاني من النادي الاهلي عندنا، فده طبعا حاجه انجاز جميل وبدايه موسم جميل، خلوا الواحد كده يعني يبقى ليه نفس في اول الموسم. اكيد طبعا احنا طبعا بنهدي طبعا البطولات افريقيا دي للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وبنهديها كمان للكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، لان بصراحه موفرين لينا كل اي حاجه بنطلبها، ما بيتاخروش على اسره تنس الطاوله. انا طبعا بشكر اللعيبه على المجهود اللي هم بيبذلوه، لان احنا فعلا موسم طويل وبنبدا الموسم صباحا ومساء تدريب، فانا طبعا بشكرهم وببارك لهم على بطولة أفريقيا، وبتمنى من الله سبحانه وتعالى أن هم يحققوا بقى في بطولة العالم، لأن احنا منتظرين منهم الكتير والكتير. طبعا النهاردة كعادة مجلس الإدارة بيكرم فرق الرياضية الكسبانة بطولات، والنهاردة حضر أعضاء مجلس الإدارة المحترمين لتكريم أبطال أفريقيا وأبطال مصر طبعا وأبطال أفريقيا وبعض اللعيبة مؤهلين لبطولة العالم على النتائج اللي هم عملوها في الفتره اللي فاتت. طبعا اذاعه الماتشات قبل كده ما كانش بيذيعوا الماتشات بتاعت النهائيات بتاعت التنس الطاوله، انما السنه دي السنه اللي فاتت ابتدى يبقى في اذاعه للماتشات، فابتدى الجمهور يعرف يعني ايه تنس الطاوله، ابتدى يحس بالفرق بتاعته ويشوف المكاسب اللي بتحققها الفرق الحمد لله. وطبعا مجلس اداره دايما مورانا في كل حاجه بتوفير كافه متطلبات الفرق، وكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي برضه ورانا وهو بيدعمنا مع مجلس الاداره في كل حاجه احنا بنطلبها، عشان كده بتترجم الكلام ده لنتائج الحمد لله على الواقع. اقول لعيبه تنس الطاوله والفريق والجهاز الفني طبعا انا متشكر على النتائج الطيبه اللي انتم عملتوها او الممتازه اللي انتم عملتوها السنه اللي فاتت، ونحط عليكم وعلى اعاتقكم ان هم يكرروا طبعا النتائج دي تاني علشان نبين لمجلس الاداره ونرد الجميل لمجلس الاداره على اللي هم بيعملوه لنا طول السنه. والله احنا تعودنا من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ان هم تملي بيشاركونا في الانتصارات بتاعتنا، وبصراحه دي حاجه جميله جدا ان اعضاء مجلس الاداره يجي يشرفونا عشان يكرموا اللاعبين بتوعنا اللي هم فازوا بالبطولات بطوله افريقيا. احنا عندنا اللعيبه هنا جوده فازت ببطوله افريقيا للناشئه تحت 15 سنه، اللاعبه فريده ناصر بالمركز الثاني، عندنا اللاعبه ساره عبد العزيز فازت بالمركز الاول تحت 18 سنه ناشئات ببطوله افريقيا، عندنا اللاعبه مريم هشام واختها مروه هشام الاثنين وصلوا فاينل، مريم خدت المركز الاول ومروه فازت بالمركز الثاني. تشريفهم لينا ده حاجه جميله ودافع كبير للولاد والبنات على تحقيق احسن المراكز اللي دايما بنسعى ليها كلنا كنادي اهلي، ودايما بندور على البطوله والمركز الاول زي ما قلت لحضرتك كنادي اهلي. يعني وجود اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي النهارده ده تكريم وشرف، نتمنى يا رب ان هو يتكرر دايما كده ودايما نبقى محققين المراكز الاولى، وده عهد يمكن علينا مع النادي ومع الاداره، والحمد لله احنا ماشيين على النهج ده على طول الحمد لله. والله احنا خدنا كل حاجه الحمد لله السنه دي يعني، ويمكن عندنا انديه افريقيه كمان ايام قريبه اسبوعين ولا حاجه ان شاء الله في نيجيريا، ونتمنى ان شاء الله ان ربنا يكرمنا بيها يا رب ويكلل مجهودنا السنه دي وتعبنا احنا والولاد والبنات على خير يا رب يعني. طبعا بالتكريم سعداء باعضاء مجلس الاداره اللي دايما فاكريننا، دايما في كل تكريم او كل محافل احنا بنعملها هم بيبقوا متواجدين. تكريم النهارده هو يعتبر تكريم لبطولات افريقيا اللي كان لعيبه النادي الاهلي مشرفينا وكانوا هم الابطال فيها. الحمد لله دايما بيبقى النهائي مصري، ولو مصري الاثنين من الاهلي كمان، ولو بيبقى حد مع غير مصري بيبقى برده من النادي الاهلي، لعيب بيبقى من النادي الأهلي.
الاهلي. فطبعا دي حاجه الحمد لله احنا دايما بنشكر ربنا ان احنا دايما مشرفين مصر ورافعين راس النادي الاهلي لفوق. بالنسبه لقطاع البنات احنا الحمد لله واخدين بطوله الجمهوريه 12 و15 و18 و21 والسيدات الحمد لله واخدين كل الميداليات. بالنسبه لبطوله افريقيا احنا واخدين 15 و18 وال21 وطبعا السيدات دينا مشرف. فالحمد لله احنا في المحافل العربيه والافريقيه والجمهوريه الحمد لله واخدين كل الميداليات كلهم من النادي الاهلي. انا اتعلمت بينج وانا عندي 7 سنين ودخلت نادي الاهلي من 2015. احكيلي بقى ياسين ليه اخترت لعبه تنس الطاوله؟ يعني مين اللي شدك ليها؟ هل باباك هل مامتك ولا انت كنت يعني عندك هدف ان تلعب تنس طاوله؟ لا بابايا كان مدرب وهو يعني اللي خلاني العب واحب اللعبه. احكيلي بقى بطوله افريقيا وحصولك على بطوله افريقيا اصعب الماتشات والمباريات بالنسبه لك كانت ايه؟ كانت مباراه نهائيه مع اللاعب النيجيري كنت متقدم 2-0 راحت بقت 2-2 وفزت اخر جيم. وانا بابايا كان بيلعب تنس طاوله زمان واخويا يعني وعيلتي يعني فكنت بروح اتفرج عليهم وكده وحبيت اللعبه يعني. استعدادك الفتره اللي جايه عندك بطولات ايه واستعدادك ايه؟ في عندي بطوله جمهوريه يوم 1/8 معموله في القاهره استاد، وبطوله العالم بتاعت 15 سنه معموله في عمان. اصعب المواجهات ليك كانت في بطوله افريقيا، اصعب مواجهه كانت مواجهه مين؟ مواجهه لاعب خليل استا من تونس. بلعب تحت 12 و15 و18 فانا في بطوله كنت بلعب بطوله افريقيا السنه اللي فاتت تحت 12 سنه واخدتها، السنه دي لعبت بطوله افريقيا تحت 15 سنه واخدتها برضه السنه دي الحمد لله. أنا ليه اخترت لعب التنس الطاولة ومين اللي حببك إن أنت تلعبي ويشجعك إن أنت تلعبي بالتنس الطاولة؟ أنا بس كان أخويا بيتمرن سباحة فوق وبعدين مامي كانت بتقول لي تعالي ندور على لعبة تلعبيها، فبعدين قلت ألعب تعالي نجرب. جربنا قبليها جمباز وسباحة وهاندبول في النادي، وبعدين حبيت التنس الطاولة أكتر حاجة كده.